سي رشيد كوغروت، تفضل معنا السيد رشيد كوغروت. عن موقع أكادير 24، شكرا. شكرا لكم على الحضور لتوثيق هذه اللحظات الجميلة، هذه اللحظات الماتعة التي عشناها وإياكم طيلة زمن هذا اللقاء التواصل. رشيد كوغروت، شكرا لمنبر أكادير 24 في شخص السيد رشيد كوغروت. شكرا جزيلا على التغطية. شيء جميل وفرحت بزاف ملي تكرم واحد الوجه اللي هو رشيد كوغروت. عرفتي هاد السيد اللي كيصور في دابا جوج فيلم أكادير، رشيد ممثل أكادير 24، تسكر عليه بزاف لأنه فيما كان شي مبادرة هادفة ومسؤولة يتواجد بشكل تلقائي، وهذا هو الشيء الجميل، يتواجد من أجل تنجح هذاك الشيء، من أجل تنجح هذيك المبادرة. وإن شاء الله طلقنا واحد المبادرة جميلة اللي هي مبادرة ديال الدرجات الهوائية في أكادير. كان حضر معنا ذاك السبت ويحضر معنا الحد ان شاء الله، وهذه دعوه للجميع انكم تحضروا معنا بلي بيبو ديالكم هذا الحد ان شاء الله. شكرا. حقيقة شكرا جزيلا للسيد كوغروت رشيد على دعمه المتواصل دائما، ما عمره ما تخلى علينا، والحضور ديالو والمواكبة ديالته فيما يخص التغطية الصحفية. شكرا جزيلا. واليوم كانت حقيقة هو ما كانش عنده العلم بأنه سيكرم اليوم مع المتقاعدين، فكان ليه التكريم وليه وشرف لنا أن نكرمه لأنه يستحق أنه يكرم هذا السيد هذا الفاضل، لأن كان عزه وكان كان ليه كل المودة والمحبة، لأنه إنسان رجل قال لك رجل المناسب في المكان المناسب، وأنا أحترمه وأقدره من هذا المنبر. نقول له عاود ثاني مجددا شكرا جزيلا لك والجميع الناس اللي خدامين كيشتغلوا في هذا المنبر هذا، شكرا جزيلا لكم.